السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله بغيت نتقاسم معكم أحبتي طريقة رائعة جدا لحفظ سفرجل يدوم معكم مدة طويلة جدا، مدة سنة وأكثر، بدون ما تحتاجوا لثلاجة ولا إلى مجمد ولا أي شيء. غادي نخليه غير في خزانة المطبخ. إذا تبعوا معايا إن شاء الله الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا الطريقة المعتمدة عندي اللي كيبقى بها السفرجل محافظ على العناصر الغذائية ديالو وكيبقى زوين بزاف وطري، ممكن تطيبوه في أي وقت بغيتوه طول السنة. إذا نبداو على بركة الله. أول شيء غادي ناخذ السفرجل نغسلوه مزيان مزيان، ننظفوه جيدا حتى ما كتبقى حتى حاجه في القشره ديالو، ومن بعد كنمسحو. احبتي من بعد ما نظفت السفرجل ديالي ومسحته في المنديل، هنا درت حدايا الماء يطيب، درت الماء على البوطه حتى ولا غليان بزاف بزاف. من بعد كنبدا نحط فيه حبات السفرجل اللي عندي وكنحطهم حتى كيغطيهم الماء. ها انتم كيف كتشوفوا، يعني كيغطيهم الماء باش كاملين يوصل ليهم الماء، وكنضيف معاهم واحد الطريف ديال الحامض او الليمون الحامض. الدور ديالو انه ما كيخليهمش يكحالوا، يعني كيحافظ على اللون ديالهم. كنخليهم فوق النار مده 4 حتى 5 دقائق، من بعد كنخليهم يبردوا واحد شويه وكناخذهم باش نبداو التقطيع، وهذاك الماء ما نرميوش، هو اللي غادي نخدموا به. اذا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ها هو كيولي سهل جدا في التقطيع، ممكن تقطعوه بالشكل اللي بغيتوا، اما بالشكل الدائري ولا بالشكل الطولي. انا غادي نقطعهم معكم بجوجهم ان شاء الله. اذا انا من بعد ما قطعته بالشكل الدائري بحال هكذا، كناخذوا شي حاجه حاده شي شويه ماضيه وكنحيدوا بها داك اللب الوسط. انا هنا عندي هذيك الاله ديال تقوير الخضر، يعني اللي كنحيد بها الوسط ديال القرعه الخضراء والبطاطا الا بغيت نعمرهم. ممكن انكم ديروا اي حاجه عندكم هكذا دائريه تكون ماضيه شويه في كوزينه، وممكن انكم بلا عذاب ديروا السكين، يعني تخدموا غير بالموس. ها انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه كيف غادي ندير. غادي نبقى تابعه على شكل دائره حتى كنحيد هذاك اللب اللي في الوسط. اي حاجه عندكم في المطبخ تخدم ليكم في هذا الغرض انكم ديروها. انا هذه الطريقه كنستعملها بزاف التفاح، كيعجبني فاش كنديروا هكذا في الكيك ولا فاش كنعسلو كنستعملوا نفس الطريقه، وجاتني زوينه حتى في السفرجل. اذا كيف كتشوفوا معايا كنستمر هكذا. والطريقه الثانيه اللي غادي ندير معكم هي الطريقه العاديه المغربيه التقليديه، وهي اننا كنقطعوا بشكل طولي وكنحيدوا البذور. غير دابا من بعد ما حطيته فوق النار كتجي سهله جدا هذيك الطريقه، يعني ما كيعذبناش وكيتقطع بالشكل اللي حنا بغينا، يعني ما كيعواج ما حتى حاجه. هكذا كيف كتشوفوا وكنحيدوا البذور اللي في الوسط. ممكن انه الا جاكم هكذا كبير، لان حبات السفرجل هنا عندي كبار، ممكن ما تقطعوش هكذا غير على اربعه، ممكن تقطعوا الى انصاف اصغر، يعني كل نصف نقطعوه لثلاثه ولا اربعه، قطعوا طريفات شويه صغار ونحيدوا ليهم هذا الشيء اللي قاصح في الداخل والزريعه. عاد نديرو بهم اللي بغينا، اما نعسلوهم ولا نخضرو بهم الطاجين ولا اي استعمال بغيتو ديرو لهم، ديرو عصير، نديروه يعني اشكال وانواع كثيره ممكن اننا نستخدمو فيها السفرجل، كيجي في وصفات كثيره وحنا عارفين فوائد كثيره جدا السفرجل. اذا نكملو ان شاء الله التقطيع ديالنا ونبداو عمليه التصبير. وللإشارة احبتي، هذاك الماء اللي درت فيه السفرجل باش يسهل عليا نقطعو راه ما كنرميش، هو اللي غادي نعلب به هذا السفرجل اللي عندي. اذا بعد ما كمل التقطيع نبداو على بركه الله. كناخذ واحد القنينات تكون نقيه تكون معقمه باش نحفظو فيها السفرجل، وكنبداو في الترتيب ديال السفرجل ديالنا، قطع السفرجل بالشكل اللي بغيتو. اذا هنا مثلا غندير دوائر، في الاخرى غندير لي بشكل طولي. حتى كنعمروها مزيان. اذا هنا باقي ليا شويه السفرجل، غادي نحتاج انا نزيد قنينه ثالثه. عمروا ليا هادو، اذا غادي نزيد واحده اخرى. ها انتو باقي عندي انا شويه وباقى وحده ما قطعتهاش، انا غادي نزيدهم كاملين ونديرهم في واحده اخرى. اذا ان شاء الله بالنسبه
السائل باش غادي نديرو هو هاد الماء اللي سلقت فيه شويه صفرجل، يعني غير غليته فيه، غادي نزيد عليه السكر. ها نتوما غتشوفوا غادي ندير هنا واحد 6 المعالق ولا 7، يعني كل قاروره ولا قنينه زجاجيه غندير فيها 3 الملاعق. ولا باش نسهل عليكم، عندكم اطرود الماء ديروا فيه كاس ديال السكر، لتر من الماء وكاس سكر سنيده او سكر خشن. تحركوا الماء مع السكر مزيان، درت الماء هو دافي باش دغيا يدوب فيه السكر، ومن بعد كنخويو على هاد السفرجل حتى كنغطيوه. انا خديت الكميه اللي باقا عندي ديال السفرجل، قطعت هذيك اللي باقيه، انا غادي نرتبها هكذا. المهم انا عطيتكم افكار، نتوما ترتبوه بالشكل اللي بغيتو، ونزيد عليها حتى هي داك الماء اللي بقى ليا. الى خاص زيدو كيف قلت لكم، كل القنينه تقريبا واحد نص لترو غديروا فيها 3 المعالق كبار حتى 4 ديال السكر، وكل لتر من الماء نديروا فيه كاس ديال السكر الخشن. اذا هنا كيف كتشوفوا خديت نصف ليمونه حامضه وعصرت الماء ديالها، ملعقه كبيره في كل قرعه، ضروري من الليمون الحامض ملعقه كبيره العصير ديالها. ومن بعد غادي نسد دوك القراعي مزيان مزيان، وباش نتاكد انهم سدوا اليوم يطرطقوش كندير ليهم هاد ورق الزبده اللي كيكون عندي في المطبخ، دائما كنديرو باش كنتاكد انهم مسدودين. وعمرت عليهم الماء كيف كتشوفوا حتى فات النص ديالهم، سديت الكوكوط درت صفاره وخليتهم فوق النار من بعد ما غلى الماء. اذا من الافضل ديروا الماء طايب باش ما ياخذش لكم وقت. الا درتوا الماء طايب غادي نسدو على الكوكوط، تسدو بالصفاره وتخليوه 10 دقائق. درتو الماء بارد غادي تخليوه حتى تسمعوا الكوكوط كتصفر، عاد تبداو تحسبوا 10 دقائق ديالكم وتطفيو النار، وما تحلوش الكوكوط ديك الساعه، خليوه حتى تحسوا بيدفى ولا برد شي شويه. انا خرجتهم من الكوكوط، ها هما كيف كتشوفوا، وكنقلبهم هكذا شويه باش كيخرج منهم الهواء، لانني غنحتفظ بهم مده طويله. صافي من بعد كنردهم لوضعهم الطبيعي، وهاد القراعي ديال السفرجل راه غادي يبقاو عندي مده طويله غير في خزانات المطبخ. كنديرهم في خزانات المطبخ باش ما يجيوش معرضين للضوء والهواء، يعني كيبقاو بعاد على اشعه الشمس، على الضوء، على كل شيء. وبالنسبه لهذاك الماء اللي علبت فيه راه ما كنرميش، الا بغيت نعسل مثلا هذا السفرجل غادي ان شاء الله نحطو معكم في فيديو اخر. فاش كنبغي نعسلو كنحطو مباشره هو والماء اللي فيه، كنحطو هكذا في كاسرونه وكنزيد عليهم شويه ديال القرفه، يعني من الاول القرفه والسكر، يعني اننا كنعتبروا انه مسلوق لانه ما غاديش يتشنى الوقت. اذا كيجي هكذا سهل وبسيط ونحضروا في اخر لحظه. نتمنى احبتي تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم وعجبكم، والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده لايك واشتراك في القناه. خليتكم في امان الله.